وأنتم لا تمسون تلك الأحاليب إحدى أصابعكم ويل لكم فإنكم تشاهدون قبور الأنبياء الذين قتلوهم أباؤكم فأنتم إذا تشهدون وتصلون بعمل أبائكم لأنهم قتلوهم وأنتم تكون قبورهم لذلك أيضا قالت حكمة الله إني أرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويتلون لكي يطلب من هذا الجيل دمي جميع الأنبياء الذي شفك منذ رجال العالم من دم أبيل الصديق إلى دم زكريا بن براشيا الذي أهلك بين المسبح والبيت نعم أقول لكم إنه يطلب من هذا الجيل والويل لكم أيها الناموسيون لأنكم أخذتم مفاتيح المعرفة فما دخلتم أنتم والداخل من the merciful, compassionate, and patient, who has great mercy when he baptizes us to be clean, not only in our bodies, but also in our hearts. The Pharisee who invited Jesus to dinner was puzzled at him when he ate the bread without washing his hands. The omniscient teacher said to him, "You Pharisees cleanse the outside of the cup, but inside you are full of promiscuity, plunder, degradation, and injustices. Give alms and just judgment, and everything will be clean unto you. Let us be kind to God's creation. Thus we may purify ourselves, bodies and souls, of all filthy sins." المسيح مخلصنا يا رب ارحمنا لكي دائما يخلصنا فلنمجده ونرفع اسمه لانه صنع معنا رحمة عظيمة. من سفر عاموس النبي بركاته علينا امين. قدموا الرب الناحيه لئلا يلتقط بيت يوسف تمار ويحترق وليس من يصل من بيت اسرائيل. الرب يصنع حكما في العالمين ويجعل العدل على الارض. هو الذي فرض كل الاشياء ويحضرها الذي حول الظل صباحا ويغشي النهار بالليل الذي يدعو مياه البحر ويفيضها على وجه الارض كلها. الرب الاله مقابل الكل هو اسمه المنزل الانحطام على القوه وياتي بالدمار على الموضع القصيم. لقد قبضوا الموافق في الابواب ونكسوا كلام الله. من أجل ذلك عندما يقوله الرب بما أنهم ترفعوا المساجين على رؤوسهم
فإني عارف أن توبتهم كثير وخطاياهم متعددة. تدوسون البار وتأخذون الرشوة وتصدون البائسين من الأبواب. لذلك يسقط العاقل في ذلك الزمان، لأنه زمان رديء. اطلبوا الخير ولا الشر لتحقيقا للتوسع. المسيح قال اسمع الى وتعلم. This morning we are mine.